طبعا المغرب هو جزء من تحالف دولي كبير جدا، والمغرب هو رأس الرمح فيه، وهذا هو الذي تغير، هذه موازين القوى التي تحولت في العالم والتي لا يقرأها الجزائريون ولا الإسبان بشكل صحيح. المشكل عندهم هو أنهم دائما ينظرون الأمر بمنظار الماضي. يعني هذا هو مشكلتنا مع الجزائر، ولذلك نعود معهم للنقاش إلى الماضي دائما، ويعني ونحرجهم في هذا الموضوع. حينما تتكلم صديقي العزيز عن موضوع الاستعمار وما إلى ذلك، أنتم يعني الكبرنات الجزائر والعسكر الجزائري استوليتم على السلطة في الجزائر، يعني الجزائر احترم نفسك يا احترم نفسك واحترم ألفاظك فقط وأفجرتم الجزائر. أرجو أن نكون أكثر. احترم نفسك واحترم واختر مصطلحاتك وتكلم. إذا كان عندك حجة أقدمها، إذا كان عندك حجة قدمها، حجة نظيفة، حجة على الأقل أتشرف. لا نريد أي تشنج في هذا الأمر، لا نريد أي تشنج في هذا الحوار. لو سمحتم لي نقطة إضافة فقط. دكتور سليمان حضرتك ضيف عزيز، أطلب منه أن يحترم نفسه ويحسن مصطلحاته. ضيف عزيز ودكتور عبد الفتاح ضيف عزيز أيضا، أرجو أن نبقي هذا الحوار في إطاره. وأطلب منك دكتور عبد الفتاح، ومن حقه أن يدافع عن مصالح الوطنية، ومن حقه أن يلجم أي محاولة في أي بلد كانت للنيل من وحدته الترابية ومن مصالحه الوطنية. المغرب لم يعتدي يوما من الأيام ولم يتكلم في يوم من الأيام على مشاكلكم الداخلية. الآن جملة بسيطة في وثيقة زلزلت أركان الجزائر. وضحت يعني نسمع بيانات ونسمع الخارجية يعني على قدم وساق. يعني هناك يجب أن نقرأ قراءة صحيحة بمعيار العلاقات الدولية. المغرب الآن أصبح قوة إقليمية عظمى يحسب لها ألف حساب، ويعني هذا الزلزال الذي أصاب الجزائر وأصاب إسبانيا وألمانيا جراء المواقف التي يعني أطلقها المغرب في الفترة الأخيرة، وأن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، يعني أن هناك